أهلا بكم من جديد. بحث معالي الصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي الدكتورة تولية إكسون رئيسة الجمهورية الوطنية بجمهورية تنزانيا المتحدة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجانبين والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين. جاء ذلك خلال لقاء عقد على هامش المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان العمل معا من أجل مستقبلنا المشترك في مدينة مراكش بالمملكة المغربية. حضر اللقاء معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس وثلة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس. تم خلال اللقاء بحث تعزيز وتفعيل أوجه التعاون لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تطورات، وذلك في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بين المجلسين ولجنة الصداقة البرلمانية المشتركة.